حياك الله عزيزي المشاهد بالجزء الأخير والجولة الأخيرة اللي بعدها راح يكون النهائي سلسلة تحدي الطاولة اللي كلكم مستمتعين فيها. معكم على السلسلة هذه أشكركم عليه وحابين نعني يا جماعة الخير اللهم لك الحمد وصلنا للسبعة مليون مشترك الله يسعدكم يا جماعة الخير. رقم كبير وبينزل لكم مقطع بإذن المولى عز جلاله إنه يعجب كل شخص. تأكد إنك مشترك بالقناة وترى ما بيرضينا لما نوصل للعشرة ومن العشرة للعشرين بإذن الله ما نوقف. طالع لك تحت زر الاشتراك وجنب علامة الجرس تأكد إنك مفعله ومن الآن أعلن لكم. الأسبوع الجاي يوم الاثنين راح يكون النهائي اللي بعده راح يتحدد من هو الفائز بالخزنة الذهبية. ما أدري الجاية تسوى ولا ما تسوى يمكن ما يكون في شيء. اللهم أني بلغت يا ربي ما أدري عاد عن المشاركين شو. ختاما شكرا على دعمكم يا جماعة. آخر مقطع موصل فوق 3 مليون مشاهدة وأكثر من 300 ألف لايك والدعم خرافي وكومنتاتكم تثير الصدر. أسأل الله أنه يسعدكم وشكرا على 7 مليون. مالكم بالطويلة يا إخواني الكرام نبدأ الآن ونشوف المشاركين معنا. أبو صالح المشارك الأول غمض عينيك. نورتونا ريان. ايش فيك ريان؟ لا لا ريان اقوى 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 ريان. جلوري اقوى والله. شوف جلوري والله اني توترت من دحين. ليه يا جماعه ليه والله اني متوتر. لا تتوترون ريان لو ما تاخذ حق اخوك اقسم بالله انك رخمه. لو تطلع بدري والله انك رخمه. اصمل طلع لي وراك. ايش طلع لي وراك؟ ايش لا تخاف خزنه حمار انت بدينا اخوك باقي ما بدينا. بعد الجوله الاخيره يا جماعه الخير كلكم تعرفون ان بعدها النهائي اللي بيصمد على الطاوله هذه راح يقابل في النهائي روب مودي الصغير زياد. هذولي ثلاثة ضمنوا الطاولة هذه. باخذ واحد فقط أبغى واحد فقط راح يتأهل معانا. الجولة اللي بعدها اللي هي الأخيرة راح تكون هي النهائي راح تكون برضو في بث مباشر يوم الاثنين القادم. طلع لكم التاريخ والوقت قدامكم فجهز نفسكم من الآن. راح نعلم فيها من هو الفائز بالخزنة وراح افتحها قدام المشاهدين. راح أقول لكم أشياء الآن لكم أنتم. لا تتوقع الخزنة أن فيها شيء يعني ممكن يمكن يكون شيء عادي. فلا تحط نفسك تحت ضغط ممكن تصير اشياء. كلكم عارفين القوانين كلكم عارفين كل شيء ما يحتاج نعيد. ترفع اصبع واحد كذا ما يخالف. ترفع يدك كامله من قدام ولا من وراء تطلع برا على طول. بس اهم شيء اصابعك كلها لا تتحرك. لكن اذا بتحرك مثلا اصبع واحد وهذه الطريقه طالع فيني كذا كذا ما يخالف. اوكي في اي شكل من الاشكال تتبع يدك او تهجم على واحد من اللي جنبك راح تطلع برضو برا على طول. المتسابق الاخير وصل. عزوز متاكد بتصمل؟ خليه يوزن اصبر عزوز. بما انه مصاب يا جماعه الخير راح نسمح له. هو الوحيد اللي يستخدم يد واحده ولكن والله لا ما في رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاركين كل يركز معي. اللي بيطلع برا بغلط على طول. تعرفون بالسلسله في البدايه نبدا باشياء بسيطه. ريان ادري انك متوتر بس معليش انت صانع محتوى ابغاك تمتع المشاهد. ما يدخل سيب مهرج تصرف لازم يضحكون ينبسطون. ايش فيك؟ يلا اوكي. والله العظيم لو تطلع من اول جولتين يا ريان اقسم بالله اضمن. اول جولتين كبير والله. يلا يا جماعه العموم يغطي عينه. واحد اثنين ثلاثه الكل يحط يده على الطاوله. طيب اقسم بالله اني خايف. حط يدك على الطاوله. طيب حط يدك على الطاوله. حط يدك على الطاوله يخلص من كمامتي خليها جنبه. ممتاز. مو عاجبني الوضع. تدري متى يعجبني الوضع؟ تكفى. لا 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 خله مو عاجبني الان يعجبني. لا 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 تكفى. وش ذا؟ هي هي انا مغمض والله ما اقدر. لازم اشوف على قد بتشوف ان شاء الله. لا يا ابو شايع وش ذا؟ يا عيال يا عيال اصملوا ريان هذاك رجال. ايش هذا؟ دقيقه والله يا ابو شايع تكفى. لا لا ابو شايع يرحم امك. معقم يا عيال. لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما اظن يا اخي على قلبه احنا مغمضين. يا اخي ريان طلع ورب الكحبه. يا ريان عاد يفتح. ريان رفع يده قبل لا يحط الحيوان. خاف مني يوم لمسته ورفع يده. هل باخذ تصويت عزوز يجلس ولا يطلع؟ يجلس لاني بسوي زي ها تطلع والله. وانت يجلس وانت يجلس وانت يجلس. خلاص شو فعلك؟ لا ترفع يدك. دقيقة يا عيال لزج يا عزوز ابغى اشيل العلك. تكفى ابلعها ما اقدر ابلعها. حطها هنا ورا الكام. اوكي احمد شيل كمامتي اول واحد. الله على ابليس شلت الكمام. طيب قبل طيب ليه وش ذي؟ هذا شوغر جلايدر. دقيقه هذا اول مره اشوفه في حياتي اقسم بالجلال الله يا عيال اول مره اشوفه في حياتي. طيب ابغى اقول لكم شيء الان تمام. الصياح يوتر الحيوان. صايح يوتر الحيوان. لا حد يعيد الصياح اللي صاحه قبل شيء ذا. شيله عزوز حطه على يديهم. ايش لا طبعا
طيب يعض ولا ما يعض؟ ما يعض. خلاص دقيقة هذا اللي لا لا هنا يا ولد ما يعض بس عنده اظافر. عنده اظافر ابن المحترمة. جيبه 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 يا عيال. أليف 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 عطني يا والله سحر. طيب بالله يجيب لي اياها عند ريان. لا 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 هذا قام ينحس. خلى على واحد واحد عشان التركيز ما يروح. اصبر خلى دقيقه هدي. والله تطلع من اول جوله والله ارخمها. ليش هذا ابو الحيوان؟ هذا سهل هذا سهل هذا سهل. خلى ينحس ينحس وجه ابره ما هو عندي. عمري عمري يا ابره اقسم بالله رجال يا ابره ينحس. خلى ينحس. شوف أليف والله والله ركز يا اخي. والله انه كيوت الصراحه الحيوان عندي. اي والله اني حبيته. شفت تعال أليف. تعال يا حبيبي تعال يلحس. لا 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 ايش هذا المربى ولا ايه؟ هذا اكل اكل الفيران. حاط اكل فيران على يدي اللي من بقالي. ما عليه اكل مفيد والله انه حلو عيال. هو والله اني حبيته. ابي الكامات تركز عليها. والله اني حبيته. طيب خليك رجال. اللي بعده شو اللي عند الثاني؟ لا لا خله 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 يا اخي. ويا لا ترفع يدك اطالعها. لا ترفع يدك. اصبر 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 خبيب. ايزي ايزي ريان. إذا دخت تطلع. اي اصمن انت بتقوت. لا تطالع فيه لا تطالع فيه لا تطالع فيه لا تطالع فيه لا تطالع فيه. خليك طبيعي ايزي. لا ترفع يدك مهما خلاص خلاص الوقت طول عندك طول عندك. ايام مهما حد اثبت انك اقوى من اخوك. انت القوت يا رجال. اصمن اصمن. اي ما عليك. لا تطالع فيه. اذا نزلت عينك تحت بتفك يدك. لا تطالع فيه زي الفار اليف. لا 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 بيطلع بيطلع. لا لا عدت بالمنظر مثال خايس. اوكي الحمد لله ربك انه مو قاعد ينحس يده قاعد ينحس الارض. طيب خلاص غير. طيب الان بنحطه يا جماعه الخير على يدك ثم بنغير بعدها. يلا طيب على يدي. هو بلال انت حط على يد اللي فيها مربى. على يد اللي فيها مربى. لا تشيل يدك لا تشيل يدك. اصمل اصمل يا الشريف يا الشريف يا ريان. اصمل مستحيل تموت منه. حطه بقاعدة هذه براسك تمام. طالع فيه عطى نظرة. شيله شيله بلال شيله 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 اضرب يدك اضرب يدك اضرب يدك. انت ولد يا 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 ولد. والله صملت يا ريان. والله والله صملت. هذه انتقام لك يا ركان. احمد هذا مره يعني مروق مروق. خلاص خلنا ودي عند عزوز الان. لا 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 جاني حلو. ورب الكعبه انه جاني. ما عليه ورب اللي ما حطه عليك عزوز ما ادري كذا كان سياح. تكفى يا اداه تكفى. والله والله العظيم اصمي عزوز عزوز شيخ زفير. لا تكتم نفسك لا تكتم نفسك لا تكتم نفسك لا تكتم نفسك. والله يمديك يا زلمه. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك احمد ايزي احمد إيزي. احمد اقسم بالله اني دخت. طيب طيب شيله منه شيله منه. انا قاعد دخت دخت الى متى يا عيال دخت. لا حول يا جماعه جاملتكم والله عشان الجوله الاولى ما ابغاكم تطلعون. بس من الجايه اللي بيقول لي دخت بقول طبعا. ورب الايمان تسبي نمل ورب الكعبه. صلوا على محمد. يا اخوان قاعد احاول ابدالكم بالسهل. اذا بتطلعون من السهل عز الله الاولى هاي تطلعون بعدها. اللي بجيبها الان اتكلم صادق يبغى لنا ناس رجال. يبغى لنا ناس رجال يناظر فيها. ابغى رجال والله تعبان انا والله ابغى طبعا. رجال انا اقلوري وابره مبدعين. الجهه هذه تعبانه يا حبيبي. هذا بغى يغمى عليه من سنجاب وهذا بغى يموت علي بغى يموت تعلق بي. صلوا على محمد الان راح اغطي عينكم مره ثانيه يا عيال. والله اتكلم صادق الحيوان الجاي يا جماعه الخير ترى يعض. اسالك هي بالله بلا استهبال صدق بس ان شاء الله ما يعوض. هو في البدايه ان شاء الله ما يعوض. يتذوق يتذوق. الله اكبر. يا عيال ان طلعتوا فيه ترى مقطع بيصير خمس دقائق. الله يرحمه. تعال ريان ريان كلمه لاخوك. الحيوان الجاي ايه شوف ايه ما بتشوفه ايه لكن والله العظيم يمديك تصمل عليه. يلا اطلع برا. قسم بالله يمديك والله. اذا صمل عليه صملت عليه ريان اقسم انك بربعيني والله. صملت على الجاي هذا. ورا ورا كم شيل كمامات شيلها احمد عاد شيل. طيب لا ها. اوكي بنبدا نشيلها بسم الله. تكفى يا ابو ايش هذا؟ اتحرك واجد. ابو شاي ابو شاي ما اقدر والله ما اقدر. طيب اقسم بالله ما اقدر. ما تقدر اصمت اصمت والله ايش يمديني انت والله ما يسوي شيء. لا لا خله 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 اخر واحد بلال. نبغى نبدا منه خشب يا رجال. لسانه لسانه اسود يا عيال سواد الليل. لا لا ما تجيب عند عزوز اصبر. استغفر الله تلعب لا تلعب. ما اقدر انا ما اقدر. جيبه عند ريان. لا 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 اصمل 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 ريان اصمل يا ريان. لا 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 لا
اطلع ريان. ابعد ريان، حط هناك. احمد وات برا. اي برا. الله يرحم امك، يمخشني. يا عادي عادي عادي، خليك. صياح صياح، وترهم صياح، وترهم صياح، وترهم صياح، وترهم. احمد احمد، يدك اللي قاعد تتحرك، اللي قاعد تتحرك. الله يرحم احمد، اللي مكسور، اللي مكسور. خلاص خلاص، شيل شيل من اللي مكسور هذا. خلاص قطع عند بها اثنين، وعند بها ليه 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 ليه. الله يرحم امك يا اخي، الله يرحم امك. لسانه اسود، لسانه اسود، مدخن مدخن. الله يهديه. قد ايش صحت هلا في اقومندا؟ انا معه اي في اقومندا. اوه اوه، والله اصبعي، والله اصبعي، والله اصبعي، والله دب دب دب. انا اكيد شلون يعني شلون؟ عورك شليتك؟ اقسم بالله انه ظفر خشب اصبعي ورب بالكعبه. كيف قاعد يلحس؟ مو طبيعي لسانه كيف؟ خله 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 خله. والله شفتك، والله انك يعني ودي اقول يعني خله. اقسم بالله شوف، تعال تعال. هو يعض هذا صدي، انا اقول لكم انه يعض. اه شوف الدم اللي هنا. ما عليه ما عليه ما عليه، اقسم بالله دم يحمد. اصبح في دم اطلع. اسلام عوض شيل يدك. انت يعني عاجبك ال 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 اوكي اللي بعده. ما في، ما اللي بعده مو موجود. يدك مرتفعه، قول يدك مرتفعه، نزلها اضربها كامل. والله مو موجود اللي بعده. اللي بعده ابرم صوت عيال ورب الكعبه انه يجر. هي هي هي، خلاص خلاص يا بابا، شاطر يا بابا يا حبيبي، خلاص يكفي يكفي، روح للجنب. فمه على المربى. هي هي، خلاص خلاص يكفي 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 يا حبيبي يا ولد، خلاص وش تبي وش تبي، خلاص كفي والله. هذا هي هي لا يرفع يدك. شو اسمه الحال؟ خله 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 خله. هذا هذا ايش وش تبي جاي هنا؟ هي شيل شيل شيله من هنا، شيله من هنا. تكفى تكفى. هي احسنت يا جلوري، احسنت يا جلوري والله رجال. خلاص بالله خلاص يكفي على ابره، يكفي يكفي على ابره، على ابره. اصمل يا عمري. اي كفو، حط عينك فيه، اثبت اثبت قوه، حط عينك فيه. نزل، راح مكان حساس، راح مكان حساس، راح مكان حساس. بقدر احط. نزل نزل نزل. اصمل يا عمري، قاعد يمخش الله يقطع. اصمل يا عمري، اصمل يا شريف. قوم بكذا بطلع. اسمع ترى قاعد يسحب، جرحني جرحني، لعب في يدي لعب، بس ورب النعمه مو انت ولا عشره زيك يقومني والله. طلع طلع. اي طلع، احسنت. صفقه تستاهلون صفقه، عديت الدور بكل امتياز على عزوز. طيب يا جماعه راح نرجع للفار على عزوز. خير ما طلعت والله، تحملت. هي حاط خيه، تحمل واطلع. ولا انا مرقال ام الغبله. يا جماعه تحرك حركه، بس مين بطلوع، بس رفعه بسيطه ولا هي بتعتبر طلوع. بنكمل الان ولا راح اغمض عينكم. اللي جاي يا جماعه انا راح اقول لكم اياه الان، يسبب اثار جانبيه. اجلت المنتج على شيء ثاني. طيب ابيك تجيبه هنا. اثار جانبيه كيف يعني؟ اثار جانبيه على على يدهم. طيب لا، اثار جانبيه زي ايش؟ طيب راح نبدا من عند لا 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 احمد، ما تقول اثار جانبيه. نبدا من عند جول. لا 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 دقيقه، طيب ايش الاثار الجانبيه؟ اوكي لا لا لا، ابغى التركيز الكامل على شيء واحد. ايش الاثار الجانبيه؟ طيب ممكن يقرصك حساسيه. لا لا تنزل هنا، ابدالي من يمين. لا يا اخوي توك بادي. معليه معليه، الله يرحمه. لا بديت من بها، اول جوله بادي من جول. كل مره اغير، اقسم بالله ما له دخل. طيب ورع زو، شيء ورع الكام، اول شيء ورع الكام قبل تورع يد. ليه طيب ابيك تنزل لي اياها الان على يد عزوز. روح يا بلال على هناك. لا 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 لا. اوكي اصبر، تطلع 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 تطلع. بتكلم بسم الله. ترى يقرص. ها احساسه احساسه، ترى يقرص يا عزوز. لا حول ولا قوه الا بالله. احمد الله يرحمه. لا تغلط غلطه فارس ونزل يدك. احمد 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 احمد، ما عليه، تذكر كلامي، ما عليه، ايزي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب العالمين. يوم عزوز تكفى رجلك. خلاص طيب متى خلاص ممكن لا لا بتصبر، ما تاخذ ثلاث دقائق فيها. ثلاث دقائق بسم الله. زيد كمية ال شيل يدك شيل يدك شيل يدك شيل يدك دخت شيل يدك عزوز، شيل يدك تكفى، لا توترني معاك عزوز. شيل يدك يا دخت. لا 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 لا، شيل يدك شيل يدك، انفضهم عزوز تكفى. لا يا عزوز الله تسوي كذا يا اخي. الكعبه. احمد 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 احمد، رجل رجل رجل، شيلوها من يده، شيلوها شيلوها شيلوها. يعني هذا 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 خايف، والله اني خايف عليه اقسم بالله. يا ولد وشو ذا؟ اجل زيد الكميه، زيد الكميه يا ولد، الله يرحم امك. شيله زيدها يا اخي، شيله يا اخي. ما راح يشيلها، بنحط لك شيله، بقول لك شيله. لا 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 زيد زيد بالكعبه. يا الله يا الله،
شيل يدك اذا ما تقدر يا عزوز. احمد تكفى 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 تكفى، ما في تكفى، لازم تنسحب. هذا السباق خلاص، بس مو كذا. خلاص شيل من يده، حط على اللي بعده، شيل. يا رجال مو طبيعي، ورب الكعبه مو طبيعي. لا اصبر اصبر، خله يجمع لي كامل. شوف قاعد يمصني قاعد يمصني. ما عليه. انت بعد رجل. اوه والله رجال يا عزوز، والله رجال يا عزوز. يدخل تحت، يدخل تحت. الله يوفقه، الله يوفقه، الله يوفقه. والله يا عزوز ما قصرت، والله يا عيال عزوز ما قصر. اللي برا يستاهل صفقه عزوز، معلش والله يستاهل صفقه. والله احمد يقول شيل يدك. طيب ارفع يدك. لا لا، ما طلع. رجع عزوز، رجع عزوز. يقول جاتني مركب. جاتني مركب. تدريجيا بعدين كامل. اصبر وق. رجعك على رجلك. اصبر. بسم الله. يقول ثبت. يا ساتر، هذه مركب. ما عليه، هذه مركب. يقول تنفض. احمد شوي. اوكي. وقف. ارجع لك يا بهاء. عشان ابتسامة الانتصار هذه ترجع حبة ورا. حبة. ها؟ صوت. ورب الكعبة النفوية، ورب الكعبة. طيب ناظر المنظر. ما راح ناظر. قدير الفوق. لا! والله حرام عليك، والله اقسم بالله ما يجوز. عزوز، ورب الكعبة ترى ذا لبيتكم. شيل يدك. عزوز. نزل يدك إذا دخل داخل، ترى مشكلتك. لا يدخل زي غلطة فارس. قلت له بالله قاعد يبص. والله قاعد يعض يا اخي. هو يدخل يا اخي. اي هو يدخل. اصمل. عضاته خفيفه صحيح، لكن اذا يعني قاعد يخس تحت يدي. ما اقدر اشوف. او ماي جاد. قاعد يرفع يده. مشكلتك. لا اله الا الله. حار قاعد يلسع. رب الكعبه. شيل يدك. ما راح نجامل. شيل. زيد. لا. زيد. إذا بترفع يدك هذا وترجع عشان نطلع انت. شوف الزحمة اللي تحت. معلم. الزحمة اللي تحت. الآن دور جلوري. بسم الله. تكفى. يا ولد وش ذا؟ بتدريج اتخبك. الساعة والله ترى اذا دخل تحت القرصة احنا مسوين عنها. بسم الله. والله قاعد احاول بقدر الامكان انه ما يدخل. اي احسنت والله. تكفى خلاص. والله ما في شيء فوق. ارفع يدي؟ اكيد. انا حسيت ان الوقت نفس الوقت، حسيت من كثر ما انت مركز ما حسيت. بالله تقدر والله برين تقدر. شيل. والله اني قاعد اكسر انا يعني فوبيات كثيره. احسنت. والله اكسر فوبيات كثيره. الدود هذا ما توقعت انه بيجي يوم من الايام يمشي على يدي حتى. اي والله تحب. على دود، على مربى، على يا ابره. يا ساتر. طيب في حيوان جاي الان يا جماعه. الحيوان اللي جاي انا انصح الشخص اللي بينسحب قبل لا يمسك يده. ورم. طلع. الكام فوق. او ماي جاد، ذا نقز. ها؟ اي احمد. طيب شيل الكمامة. طيب راح نبدا نشيل الان. فك منهم. يلا فك عادي. اي هذا يقرص ولا؟ نعم هذا يقرص. اي يقرص. اعطني بها اول شيء. ها؟ لا 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 احمد يرحم امك. قاعد يفكر. احمد يرحم امك. هذا مو طبيعي والله. هذا مو طبيعي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد هذا عنده نشاط زايد والله يا احمد. بسم الله. لو انك زاهي يا احمد الله يرحم امك. تكفى خذ واحد دم. تكفى تعال دم. تكفى. هي تشوف الدمعه. اي والله دمعة بكى. هذا الثاني عندنا سلسلة البكاء هذه. شوفها صح؟ سلسلة البكاء.
خليه 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 هادي مست مالي احمد انا رجلي مكسوره كفايه الله يرحم ابوك عزوز ما راح اجامل والله تجيني مصيبه ثانيه والله بعد جاك استغفر الله خليك اوكي انت برجع 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 اوكي 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 شيله 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 يا بلال انت بعد رجلي لا تلمس رجلي يا بلال رجلي مكسوره ما اقدر والله ما اقدر اصبر اصبر يمديك يمديك تقفلها يمديك تقفل عليه لا لا ينط عليك يرحم امك يقف مو طبيعي احمد هذا خاف الله يا رجل احمد شلون هذا يا احمد انت هذا ليش جايبه يا احمد تكفى طيب انا مغطي على حد انا والله خايف اكثر منهم عيال عشان كذا ما قاعد جنبهم هذا طيح هاي طيح ذي تكفى والله ما ادري والله ما ادري او ماي جاد لا لا شيلوا شيلوا لا لا كمل كمل من هنا شيلوا عادي 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 شيلوا من هنا شيلوا من هنا عادي عادي قولي قطلعت على اكتف العيال كلها خلاص ترى طول لا لا خله يرجع يرجع طول كمل طول والله طول والله طول طول يا احمد طول يا احمد معليش معليش اقعد والله طول يا احمد يا احمد طول يا خلاص لا لا طب نزلوا تحت نزلوا تحت لا تجيبوا فوق لا تجيبوا فوق خله يمشي هو براحته ما فيش منزل وطلع خلاص والله خلاص خفت انه يدخل جوا والله ما فيه لو خلاص تحية تحية والله, والله ما قصرت والله والله ما قصرت اصبر اصبر قبل هذا عنكبوت عنكبوت اللي مطلعها هذا اللي طلع ايه اصبر اصبر بسم الله حدث نواف زي القطن زي القطن مستفز مستفز شوفته مقرفة للعين أبغى على اليد ها أبغى على اليد إذا طلعت لا تطلع على التيشيرت لا تصير لا والله ما لك داعي خلا 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 اسمع هلال لا 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 خاف خلا يصمل هو صمله خلا يصمل خلنا نشوف تكفى يا محمد والله يا إبراهيم أنت صمل عليك تكفى يا محمد عليك مراهنات أنت شيل هذه لا يدخل جوا يا ويلي يا عيال لا اله الا الله طاح تحت طاح تحت يب طاح اوكي مسكه حسنت ارجع على يده ارجع على يده عمري على الصمله يا ابراهيم ما قصرت شيل يس اهلا والله تحيه والله يا رجال ولكن مستمرين وين بروح وين يا جماعه الخير نوضح نقاط لو يدخل الحيوان في ظهرك ما لنا علاقه ما لنا علاقه بالجميع روب كان يمشي صرصور لين عندنا لين هنا الثعبان نفس الحكايه في بعض الاشياء بتكون صعبه عليهم فانا ما راح اسامح اي ما راح يعني اتسامح مع اي احد طيب ابغى كمامات طيب خلاص ما عاد في احمد الان انا ضدكم يا عيال انا ابغى واحد بس يبقى جاهزين طيب تذكر الكلام واعرفوا انه الان حان وقت اثبات من هو الشخص ومع العلم ان الحيوان اللي جاي هذا والله ان في حيوان اقوى واخطر منه فانا ما صملت الان اعرف ان في اللي بيجيك بعده فبراحتك انت ايه في النص بنشيل عيونكم بعد ما نحطهم حطوهم حطوهم كلهم هنا 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 ابغى تتوزع ابغى تتوزع هنا بلا بسم الله اللي يبغى يشيل يده يشيل يده بدون لا يتناقش مع اي احد هنا طيب رب الكعبة لأول مرة تصير في افعى قدامي بدل مسافة اقسم بالله صح لا باقي في اقوى منها والله والله في أقوى منها والله نعم
أبو أمري لا أطلع خلو خذلت يا أخي خلاص أنا الرجال أطلع تكفى ابعد عشان ما يحس بالأمان لا ما أنا أبغى صور في برابط ما في شيء ما بس تعد جاك ايش قاعد يمشي بشوي شوي كذا يا ويل قلبي لو تنقز بموت يا عيال انقضاض شو الخيسه صدقني هذا انقضاض يا ويل قلبي ابعد منه خله ما يبغون يجونا لف لي هذيك على ابراهيم لف لي هذيك على ابراهيم لف لي هذيك على ابراهيم او 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 قدم الثاني عنده اوه والله ما كان هالدغه اقسم بالله فكه فكه نزل نزل خلاص 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 كذا خلاص كذا بس يا ويل قلبي عندك ابوك صوت 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 اعوذ بالله اسمع الشيطان بسم الله اعوذ بالله اسمع الشيطان إيه؟ يا اخي قر بعد ثنتين عنده ابراهيم ابراهيم سوالف ما نبي يا عيال ترى الصوت ياثر علينا ها 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 عزوز 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 خلاص 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 عزوز خلاص عزوز والله العظيم اني حسيت بالخطر انا فوبيا من الثعابين مره انا مره اي حط له واحده هنا وبرضه حط له واحده في رقبته حط له واحده في رقبته حط له في رقبته يتحرك هذا يبغى يتحرك من هنا لا تدخل لا تدخل لا تدخل لا تدخل لا تدخل لا تدخل ممنوع ممنوع والله انا هذه حركات غير اخلاقيه قفل فمك يا قفل فمك تنفس تنفس طبيعي تنفس طبيعي اي هذا خنقته خنقته دي انتبه كام هنا بس لزج مرة زي شو اسمه الحلزون اوكي الان بنحط أربعة اليمين واليسار نحط أربعة هنا بعدين أربعة هنا ولا بس واحدة ورقة نقص بينهم اختار يد هذه ولا هذه اختار الامور يمين بهاء خو خذ يمين ادخلت يسار على بهاء بسم الله الأربعة كلها ابغى على يد والراس والرجل والفم لا اله الا الله يا بهاء او ماي جاد يا بهاء او ماي جاد او 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 يا بهاء انت بتعشره انت بتعشره بسم الله راسه عند رقبتك قاعد شاخر تنام انا ابي اشوف اللي بعده انت صملت شوف اللي بعده انا ابي اشوف اللي بعده احمد اصمل شيل هذا حطه تحت اسمعني على يده طلع 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 كيف المنظر فيه في الحلو صح؟ فيه في المصدوم لا 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 دخل 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 لا 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 ليش؟ لي لا لا. يا أخي ترى بينكتم عند الباط يعني بينكتم والله ذا بينكتم يعني بيدوخ إذا أنت خايف عليهم يعني ترى أحمد حبيبي وش رأيك نروح للي بعده؟ أصبر شوي هو تحدي الصبر برضه كان يلحس طاح ثاني بيطير طيب على ابراهيم العمري ها هو اللي دف اصبعي انت شفت هو اللي سحبه وندف اصبعي في 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 حكام برا قاعدين هذول بلا يستيتك تقعد الجاف تقعد الجاف تنزل راسك ابراهيم عليه اسمه ما داري الوضع شوي عند الرقبة في مليان اشياء والله في واحد تعدقنا بالضبط واحد خايش فيه في واحد تعدقنا بالضبط قفل فمك قفل فمك انا قاعد اتخيل يدخل بالفم انا اللي قهرني هدوء ابراهيم ودي اصدقك بعين بس ما اقدر ما شاء الله اذكر الله يا شباب هدل هدل حرك لي على ابراهيم حركه حركه
مبسوط ليش انت؟ انت مبسوط ليش؟ متوتر. حط واحد فوق رقبتك. خلاص شيلهم شيلهم شيلهم. لا 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 هذا لا هذا لا هذا بينزل. الحق الحق بيطيح بيطيح بيطيح. طيب بنشيلهم الان كلهم. شيلوهم شيلوهم. صفقة بعده. شيلوهم. صفقة يا جماعة يستاهلون. تحسبون احنا بنكتفي بهذا القدر؟ لا والله اصبر والله اني والله اديته والله العظيم. بهاء واخو ابراهيم اقسم بالله اديته مرعبين. بس لا والله اني ما اكتفيت. عز المشاهد خليك جاهز. نغطي عيونكم الان. ايوه راح تنفتح فتحه. الحيوان الجاي الشخص اللي بيروح لاول واحد هو اللي بينحط عليه اول واحد. يعني احنا بنطلع لكم هو بيحدد الطريقه. ممتاز. ندخل في عمق الارض لمخلوق والله ما ادري سوى انا موجود. قدمه قدمه بعد زياده شوي شوي. هذه الازعاج خليني افك منك. اصبر قبل ما تفك. فك قبل ما تفك بنطلع بنفك على عيونكم. ابشر. بسم الله. لا اله الا الله يا عيال. فرحته. لا اله الا الله. صوت راي وتره كلمه صوت وجهه على احد. هو بيطلع من بين وين ما يروح يروح. طلع في النص طلع في النص خلف النص. 30 كيلو ذكي يا جماعه. طوله 3 متر وزنه 3. يا ولد وش ذا؟ بهاء بهاء. او ماي جاد او ماي جاد. يا ساتر يا عيال. الصوت يوتر ترى. ها خلي 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 اللي يتحرك هو يدور مخرج. ترى باقي انا ما اقدر اقرب مره. معليش انا طالع برا الفريم. ادري انها قناتي. لا لا ما اقدر ما اقدر اجي هنا مره. وضعي مرعب. تعال قفل قفل. طيب سوي حجة ورقة من قصب بين الاثنين الآن. نفسي. بهاء بتختار أول الآن أنت. بهاء يمين ولا يسار؟ يسار. بهاء ودع عند بهاء. ودع عند بهاء. أنا بريح يا لي هذا أنا يضرني. خلا خلا خلاص خلا 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 كذا هو يقرب براحته. يا ويل قلبي. بسم الله. يقرب لي الكاسيت. بسم الله الرحمن. بسم الله. خل خلا على راحته مرة. خلى على راحته مرة. طيحت. هذا وش قدامك؟ قدمه شوي. بدا قدمه شوي 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 شوي. قدمه شوي شوي. قدمه ما قصر. مراقبوا يديهم. مراقبوا يديهم. لا 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 عادي عادي. اوه اذا حرك يدك مشكلتك ترى. ها اصبعي 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 اقسم بالله اصبعي. اوكي هنا مخشوه. اوه اصبعي. اوه يدي يدي ثقيل. او ماي جاد. يا ساتر يا عيال. ثقيل ثقيل. يا ساتر انا فوبي ثعبين. رقبوا يديهم رقبوا يديهم يا شباب. لا تحط قدام وجهي. خله 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 عند ابره. عند ابره. عند ابره. عند ابره. عند ابره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. صدق سؤال دحين اذا زعل وش يسوي؟ يعض. والحين سلام عليك. بس كيف خله خله بيدف يدي. يدف يدك مشكلتك. انا علمت يدي تزلق. جلس فوق في حاله حركه اليد يا جماعه الخير. ركبد يدي تزلق.
راقب اليد اذا طلعت عن خطوط البيضة يا ابراهيم. طيب لا في حال ندفها راح تطلع واضح. يا اخي يدي فيها مربع. ابدا ما هو بعذر ابدا، اليد ما تتحرك. يا ابني دخل في منطقة ما هي كويسة. شيل الله يرحم ابوك شيل. راقب يده. ترى بجلس عليه. والله ما تمشي وانا ابو محمد والله. يا احمد والله منطقة امي ما كويسة. اجلس عليه. مشكلة ثقله قاعد دف يدي. زوم ان على يده يا كاميرا. نزل لي شوي الكاميرا عشان اشوف تبان يده. لا يدك في يدك، لا يدك في يدك، تصرف معه. اذا حرك يدك راح تطلع، انا علمتك. بسم الله. اوكي بدا يتحرك. ثبت يدك. انا يدي خفيفه وبيحركني والله بيطلعني. ما انا ماني مسؤول اذا طلع كذا احرك يا ذا ابدا. انا ماني مسؤول، انا احط الحيوان على يدك واحط الحيوان على يده. الوضعيه اللي يمسك فيها هذه مين مشكلتي ابدا. ابعد منا الان، بنودي عند بها مره ثانيه بعدين بنحطها على رقبته. شيله خلاص يا اخي. هي وصمة اللي تقدر تسمع. كنا يسمع الكلام والله. قلت له عند بها راح يفهم ضاع مكتب. عيونه 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 عيال عيونه. والله ما قصرت اقسم بالله. يدي قاعد تتنافض. جايك. يدي قاعد تتنافض من نفسها اقسم بالله. اصلا اول مره. نحتاج الكامات تركزنا على ايادي في حالنا في احد حركه يده يا جماعه قدر المستطاع. الجوله حساسه هذه وباقي في جوله بعدها. اوكي الله يد كتفي خلاص انشد. لا اله الا الله قام يطلع لسانه هذا. ليش يوقف كذا؟ ليش يوقف كذا؟ ليش؟ حبيبي انا ما ادري ليش كل المخلوقات عندي كذا، عرفت؟ تنام عندي. بتجيك الحين. بسم الله الرحمن. بسم الله. الهدوء مرعب مرة. يدك قاعد ترجف. تقدر تشيل يدك إذا بغيت. تقدر تشيل يدك. ركز هناك. كان مخرج هناك جهة ثانية. بدا يرقى. اوكي قاعد يحرك الجهتين، قاعد يلعب على الجهتين. انزل. ترفع بلا لا ارفع. والله مره ثقيل. ثقيل قاعد يحركني. خلاص بينزل، خليه ينزل. لا تحط على القدر، سيقرع بينهم. وخرة طيب وخرة. سيقرع. طيب قرعة بينكم يا جماعة. بسم الله. مين اللي بيختار أول الآن؟ اللي بيختار أول مين؟ يلا بسم الله. خشب ولا أنت؟ أنا. عادي يختار هو؟ طيب. يلا. يسار ولا يمين؟ يمين. طيب أنتم قاعدين تختارون هذا؟ يس! بها على رقبته. يس! هذا عندي. طيب قاعدين تختارون هو عندي. يا عمر يا ابراهيم. يا عمر يا ابراهيم. والله ما قصرت يا بها اقسم بالله. والله ما قصرت. والله تحيه لبها يا جماعه. والله يشتغل اشيل. والله يشيل شيل شيل شيل. بس ابدا من حبيبي ما ابغى اتصور معاه ابدا. ما ودي ابدا اتصور معاه. الغطاء روح ساعده. والله ما قصرت يا بها. حدث المشاهدات كسرنا الرقم. مبروك ابراهيم تاهل النهائي. خشب قسما بالله انك ما قصرت. والله انك ما قصرت.
اقسم بالله صمل والله جزء من الثانيه واطلع احمد صمل كان اسمع 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 احمد إيه اسمع انا داري قاعد تدفني طيب خمسه طيب والله يا جماعه انه باقي شيء غير التعبان مجهز حق الضربه القاضيه لا انا لازم اطلع لازم اطلع فالتعبان ما قصر الحمد لله انه طلع عشان اقدر اخلي شيء للنهايه طيب ركزوا معي زين النهائي اللي بيتحدد فيه من الشخص اللي بيفتح الخزنه راح يكون باذن الله تعالى يوم الاثنين 9:30 بث مباشر المقطع بينزل يوم الاربعاء لا تنسون البث يا جماعه الخير 9:30 يوم الاثنين نهايه سلسله تحدي الطاوله ونراكم في مقطع اخر السلام عليكم واشتراك في امان الكريم.